اهلا وسهلا بكم تلاميذ سنه رابعه ابتدائي، سنكمل دروسنا. رانا متوقفين عند الصفحه 24 ماسكولا اي فيمينا. رانا متوقفين عند هذا الجدول، راح نديركم. اذا الان راح نحلوا التمارين. عندي هنا الكلمه الاولى لو، لو كوافور، كي تتحول لفيمينا لو راح نديروها لا، راح نحطوها لا. لاحظ معي لو لو كوافور، لو تصبح لا، تصبح لا كوافور. هذيك الاور نحوها نديرو حلاق تصبح حلاق، كوافوز نديرو اوز. اذا لو اصبحت لا، كوافور اصبحت كوافوز اس او. عندي هنا لو باتيسي، لو تصبح لا باتيسي باتيسيير، نضيف الأو في الأخير والأكسون. إذن لو تصبح لا باتيسي باتيسيير، راح نكتبوها. لاحظ، لاحظ الكتابة جيدا، أضفنا الأو في الأخير ودرنا الأكسون فوق الأو. راني حاطة هذه القاعدة، راح نحطها لكم دوكا في صندوق الوصف، راجعوها جيدا. هذه راها قواعد تحويل من ماسكولا لفيمينا، قرينا الحصة السابقة سينغولي بلوريال. عندي هنا لو بوشي، لو تصبح لا، بوشي بوشير. لاحظ التحويل، بوشير أضفنا الأو في الأخير ودرنا الأكسون، درنا الأكسون أضفنا الأو في الأخير، لو تصبح لا. لو جارديني، لو لو تصبح لا جارديني. لاحظ نهايتها بالاي او ار، راح تصبح جاردينيير، نضيف الاو في الاخير ونديرو الاكسون فوق الاو. لاحظ التغيرات والتحويلات، لو كوافور اصبحت لا كوافوز، لو باتيسي اضفنا الاو في الاخير ودرنا الاكسون، لو بوشي لو بوش لا بوشير، لو جارديني لا جاردينيير. الان نطلقوا الفيرب افوار. الان راح تحفظوا لي الفيرب افوار، لازم تحفظوه في الصرف تحتاجوه. جي راح نحطو نكتبو جي معها اي، تو تو ا، تو ا تو ا، راح نكتبو ا اس، تو معها ا اس، احفظهم جيدا. ايلو ال معها ا، معها ا. Nous avons, nous m'aha avons, nous avons. Vous avez, vous avez. Ahavouha. Il avec S ou elle avec S. Zon. O N T. O N T. Ahavouha. J, tu as, il ou elle a. Nous avons, vous avez, il ou elle, zon. J, tu as. Il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elles ont. احفظوه جيدا، راح تحطوا عليه تمارينات. لاحظوا، انظروا اليه جيدا، جي معها اي، هذا الافواغ. الاتخ راكم حافظينه ولا نسيتوه؟ نتذكروها، راح نتذكروه، راح نكتبوا هذا الافواغ، راح نتذكروا الاتخ، رانا درناه في ملخص. جو سوي، جو سوي، تو اي او اس، il ou elle est. انا نذكرو، je suis tu es il ou elle est nous sommes vous êtes il ou elles sont. اليوم نركزو على الافيرب افوار، الافيرب اتر ما تنساوهش. j'ai tu as il ou elle a nous avons vous avez il ou elles ont. راح نديرو تمارين على الفيرب افوار. هنا سؤال، je complète par verbe avoir، راح نكملو فيرب افوار. عندي جملتين فيهم فراغات بعد ما نكونو حفظنا الفيرب افوار. عمر، كيجيك اسم شخص مثلا عمر، واش راح دير؟ عمر شنو هي اللي نعوض عمر؟ ايل، راح نعوضوها بايل. كيكون اسم شخص ذكر راح نديرو ايل، مذكر نديرو ايل، مفرد مذكر مفرد راح نديرو ايل. عمر اذا ايل واش معاها؟ معاها ا، اذا راح نحطو الاجابة ا. عنده اختهم صغيرة. نو شمعها نو؟
معها nous avons un beau jardin. نحن عندنا حديقة جميلة. Nous avons. راح نديرو avons. إذا أحفظوا جيدا الفيرب اتر. كي تلقاو نو حطوا معها افون. كي تلقاو اسم ذكر، اسم ذكر حطوا ايل. كي تلقاو اسم انثى مثلا لينا ولا فاطمة ويعطيك نقاط يقول لك صرا الفيرب، راح دير لها ال. اذا كنت لقيتو عمر، صلاح، احمد، ديروا ايل، ما تنساوش. هنا قالك سوليني فيرب افوار، سطر للفيرب افوار. اسمحوا لي راه الماركور مش واضح مليح، اسمحوا لي. جي سون ادريس، عندي عنوانك. جي وين هو الفيرب افوار؟ عندي جي، راح نسطروا عليه. عندي إيلا اون بيل ميزون، عندي إيلا راح نسطروا عليها. إيلزون اون جولي فواتور، عندهم سيارة جميلة. اون نسطروا على اون. راح نكملوا تماريننا في الفيرب افوار. هنا راح نكتبوا الضمائر، راح نكتبوا الضمائر. عندنا اكتب اكري، عندي هنا اون ان غراند باركينغ، عندهم باركينغ كبير. واش راح نديروا مع الاون؟ راح نديروا il avec s. il avec s. a de la chance. a de la chance. وين الضمير راح نحطو مع ا؟ راح نحطو il ولا ال. ال ال راح نحطو ال لانه هنا لا. elle a de la chance. avi يشطح معها. avi avi يشطح معها تحماها. Vous avez une belle terrasse. A avec S واش طيح معاها؟ A طيح معاها تو. إذا راح نديرو تو. إذا هنا حطينا الضمائر، حطينا الضمائر مع الفيرب أفواغ. Ils ont un grand parking. Elle a de la chance. Vous avez une belle terrasse. Tu as un chien. أنتم عندكم كلب. الآن روحوا نشوفوا الكتاب. افتحوا كتاب الفرنسية سنة رابعة صفحة 25، رانا كنا نحلو في هذا الدرس. كومبليت لو ديالوغ باغ، كمل الحوار بافون اي ا في ا اس. عندنا اونكل رشيد فو نقاط، راح نكتبو فو زافي، ديرو فو زافي في مكان النقاط. اون بيسين دون لو كارتي، مجيد ماذا قال؟ نو مي نو زافون، راح ديرو نو زافون في الجملة الثانية. Nous avons un grand stade. Ma sinisa tu un vélo. AS راح تحطو AS un vélo. مجيد وي جي عندي، راح تحطو جي un vélo. Et mon frère أخي إيه معناها؟ نديرو A une moto، عنده moto. كان هذا شرح لدرس verb avoir مع التمارينات. بالتوفيق.